ويبقى الذي له. طيب اخد اتصال، انا مش سامعه يا شباب. ما اعرفش بقى الاتصال هيجي لي من فوق، اسمعه من فوق. الو. الو. ايوه. الو. ايوه اتفضلي، مين معايا؟ ام حسين من القاهره. ام حسين. ايوه ازيك يا صباحي. اهلا يا ام حسين، ازيك؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، انا دلوقتي انا كنت قاعده مع حد. الو الصوت بعد اذنكم. الو. ايوه اتفضلي. انا كنت قاعده مع حماتي وكويسه معاها وما فيش اي حاجه، ودلوقتي هي دلوقتي يعني معاملتها اتغيرت معايا خالص، وبتسرقني في حاجات وبتقول حاجات والله العظيم ما فيها خالص. انا يعني حد قريب من ربنا جدا، ما بعملش اي حاجه تغضب ربنا الحمد لله، بس انا مش عارفه جابت الصفات دي فيه منين. يعني خلاص زهقت وزعلت منها قوي، فقمت جايه طلعت قعدت شقيت فوق لوحدي. يعني هو وصلت لدرجة ان انا مش عايزة اكلم حد وخلاص، عايزة اتني في الشقة وما اكلمش حد خالص. وانا برضو باجي اكلمها واقول السلام عليكم، وهي قاعدة ما بتردش السلام. فانا دلوقتي بجد مش عارفة اعمل ايه. تمام، شكرا ليك يا ام حسين. هي أدت الذي عليها، يعني دي برضو الواحدة وحماتها نفس القصة، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، كل واحد يؤدي الذي عليه، الواجب الذي عليه أن يبادر بالصلح وأن يبادر بالخير. فإن كان الطرف الآخر رافض لهذا الصلح فهو حر، احنا مدينا هذه الصلح خلاص، ما فيش حاجة إلزام وقطن رقبة في الدعوة ولا في ولا في الدين، مش حاجة اسمها هي دلوقتي بتكلم حماتها فبتصالحها بتكلم معاها بتسلم عليها، فحماتها مش راضية تتعامل معاها خلاص، احنا خلاص هي عملت اللي عليها وتنتظر الذي لها، ونعمل محاولات. والصلح يحتاج الى محاولات ومحاولات، يعني ما بيتوقفش الصلح عند نقطة واحدة. يعني الناس راح هي قالت لحماتها دلوقتي سلام عليكم وهي رافضة، ماشي لما بعد يومين تقول او بكرة رمضان تقول لها سلام كل سنة وانت طيبة مش عارف ايه، مش نافع بقى نص بس رمضان. بس احيانا الناس بتحب تبعد عنها الاذى، لما حد يجي يسرقني ولا حد يجي يلبسني مصيبة هضطر ابعد عني الاذى بقى. دايما لما بنلاقي الموضوعات اللي زي دي بيبقى عارفين ان في حد محشور في النص، يعني في فتنه قائمه في النص. تمام. هي اللي بتوسوس للحما او توسوس لكذا، هي اللي بتعمل الكلام ده، فنحاول على قدر المستطاع ان احنا نظهر حسن نوايانا ونظهر ان احنا ما عملناش الكلام ده وخلاص، ونترك الامر لسبحانه. طيب يبقى احنا كده عندنا الصلح، عندنا الصلح مع النفس مع والصلح الله سبحانه مع ربنا وتعالى سبحانه وتعالى، والصلح مع الناس مع ذوي الرحم بقى، مع ذوي الرحم اللي هم اللي احنا قلنا عليهم بقى دول. تمام. كلهم وضحناهم. بعد كده بقى الصلح مع الجيران، يعني ما ينفعش واحد يبقى مخاصم جاره او في خلاف بينه وبين جاره، ولا في خلاف بينه وبين زميله في العمل او كذا او الكلام ده، لازم نحافظ على المساله دي باي صوره من الصور ان احنا ما نتخاصمش مع حد. طيب الحته دي محتاجه دقه شويه في ايه؟ ان انا مثلا افترض ان جاري ده بيأذيني وعامل لي كثير من الاذى، يبقى انا اتحمله يعني على قدر المستطاع، اقدر ان انا اتحمله بصوره او باخرى لوجه الله، واجفف العلاقات. زميلي في العمل في مشاكل بينه وبينه، اجفف العلاقات، انا مش مفروض عليا بالفرض ده، لكن اجفف العلاقات على قدر المستطاع واخلي الموضوع واقف عند السلام عليكم او عليكم.